تشبحت لها بمرومي على رشلامة وصورة ولونينا شاب كل عدان العلمي آمين. حي المارن والان لمحي لوثن بحنانا غدا نشمش الرازي قديش داثي والحداثي والبرقاني دخيانا حلاشا برحمة ودوراخ حبي ومار دخول العلمي آمين. عودي لاخ بعيد ربثة هللويا طيب واثق دلواثد لامث برعين نودي الاخ ونشب حاخد لا شلوى بعيت اخ مخلل تامل يذكل عذرانين وخلطوين دتو مارو وارو يدخل اوا ورو روح قدشا العلمين شيحا شبحينا تتم نحبانا
أجسادنا ومخلص نفوسنا وحافظ دائم لحياتنا، لك ينبغي أن نشكر ونسجد ونسبح كل حين يا رب الكل إلى الأبد. آمين. أرنق الخن شبح كل سلام يوثى إذ راح عليك شوخ على ولورا والروح القرشا أدي شاحلها أدي شاحلها أدي العالم وذم العالم آمين وآمين أدي شاحلها أدي شاحلها أدي سلام يوثى مثل راح الماني قدوس ومجيد وقوي ولا ماية الذي يسر في السكنى في القديسين، التفت إلينا واشفق علينا وارحمنا كعادتك كل حين يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. اجعلنا يا رب حكما بتعليمك، وضع حواسنا بمعرفتك، وقدس نفوسنا بحقائقك، وهب لنا أن نكون مطيعين لكلمتك ومنفذين لوصاياك في كل حين يا رب الكل أيها الآب والابن والروح القدس إلى الأبد. آمين. من رسالة بولس الرسول إلى العبرانيين يقول: يا إخوة بارخمار شيح أن حكم أخبي الباني قديش بأنواع كثيرة وأشباه شتى كلم الله أباءنا في الأنبياء منذ القديم، وفي هذه الأيام الأخيرة كلمنا في ابنه الذي جعله وارث لكل شيء وبه صنع العالمين، لأنه هو شعاع مجده وصورة جوهره وضابط الكل بقوة كلمته، وهو بإقنومه صنع تطهير خطايانا وجلس عن يمين الجلالة في العالي، وقد صار أعظم من الملائكة بمقدار ما يفضل أسماءهم الاسم الذي ورثه، لأنه لمن من الملائكة قال الله قط: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وأيضا أنا أكون له أبا وهو يكون لي ابنا. ثم حين يدخل البكر إلى العالم قال: فلتسجد له جميع ملائكة الله. وأما عن الملائكة فقال هكذا: صنع ملائكته روحاً وخدامه ناراً تتقد. وأما عن الابن فقال: كرسيك يا الله إلى الأبد الآبدين قضيب مستقيم قضيب ملكك، أحببت البر وأبغضت الأثم،
فلذلك مسحك الله إلهك بدهن الفرح أفضل من أصحابك. لنقف حسناً لنستمع إلى الإنجيل المقدس. هللويا هللويا. قلبا طاهرا اخلق في يا الله وروحا ثابتا جدد في احشائي. من أمام وجهك لا تطرحني وروحك القدوس لا تنزع مني. هللويا. شلما شاد مارني شوم شيخا كاروزو ثا اديو حنان قال الرب لتلاميذه إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب إلى أبي فيعطيكم فارقليطا آخر ليكون معكم إلى الأبد كلمتكم بهذا وأنا كائن عندكم وأما الفارقليط روح القدس الذي سيرسله أبي باسمي فهو يعلمكم كل شيء وهو يذكركم كل ما أقول لكم ومتى جاء الفارقليط الذي أرسله أنا إليكم من عند أبي روح الحق الذي من أبي ينبثق فهو يشهد لي وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ الابتداء كلمتكم بهذا لكي لا تشكوا فإنهم سيخرجونكم من مجامعهم وتأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقرب قربانا لله وإنما يفعلون هذا لأنهم لم يعرفوا أبي ولا عرفوني فلمتكن بهذا حتى إذا جاء وقته تذكرون أني قد قلت لكم. Jesus said to his disciples, if you love me, you will keep my commandments, and I will pray the Father, and he will give you another counselor to be with you forever. These things I have spoken to you while I'm still with you, but the counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to your remembrance all that I have said to you. But when the Counselor comes, whom I shall send to you from the Father, even the Spirit of truth, who proceeds from the Father, he will bear witness to me, and you also are witnesses because you have been with me from the beginning. Shuhan. لناها من عيد شوحا نمشي حمار. أخوتي وأخواتي الأعزاء مساء الخير عليكم جميعا. بهذا العيد هو عيد حلو الروح القدس وأيضا عيد القديسة ريتا شفيعة الأمور المستحيلة. سيدنا باسل إذا واحد يريد يعرف المستحيل أو يحقق المستحيل هو سيدنا باسل أكيد بالخلال مسيرته الحياتية في بغداد من خلال أيضاً الفترة الأخيرة ترتيبة لزيارة البابا كانت من الأمور شبه مستحيلة لكن شفاعة القديسة ريتا كانت معاكم سيدنا
بهذا المساء المبارك ايضا. وغدا لا تقولون اني قلت لكم بس باكر هو ايضا عيد ميلاده، نصلي من اجله لكي ما ربي يطيل العمر الطويل. سيدنا هواي فرحاني بانه تكون موجود ويانا وربنا يباركك. أكيد قبل كل شيء أحب أشكر أخي العزيز أبونا فواز لأنه هو أتاح لي هذه الفرصة نحتفل بهذا القداس. رجعت قبل كم ساعة من شيكاغو، قبل 3 ساعات وصلت، فخابرني وقال لي أنت تحتفل بقداس قديس ريتا. شكرا جزيلا أبونا، أكيد كثير سعيد، ما شاء الله الكنيسة مملوءة حتى صاعدين فوق، فهذا دليل على التزام رعية مارغورغيس بالكنيسة. هذا شيء كلش مفرح بالنسبة لنا رغم الظروف الصعبة، بس هذا الالتزام والحضور الكثيف يشجعنا احنا ايضا. واكيد ابونا والكهنة مع ابونا كيفن وابونا بيرن مع ابونا فواز يقدمون خدمات كلش كبيرة بهذه الرعية، واحنا دائما على اتصال وسعداء انه نسمع أخبار هذه الكنيسة المباركة. فأكيد شفاعة القديسة ريتا أبونا مع الجميع. شيء مختصر جدا عن حياة قديسة ريتا، طبعا يمكن إذا أنا اللي أعرفهم حاليا الموجودين يمكن فد 10 أو 12 اللي شفتهم هسه قبل ما أدخل الكنيسة اسمهم ريتا، موجودين بالكنيسة حاضرين ويانا. فأكيد قبل كل شيء نهنيهم ونصلي من أجلهم أن تكون شفيعة لهم ويقتدون بحياة قديسة ريتا. فتهانينا لكل من اسمه ريتا أو مارغريتا، لأنه هي اسمها الأصلي مارغريتا ومختصر بالإيطالي ريتا. هذه القديسة من مدينة كاشا في إيطاليا، مدينة كلش صغيرة بس صارت كلش مشهورة بالعالم بسبب هذه القديسة. ولدت قديسة ريتا سنة 1381، كان أبوها وأمها قديسين، ناس طيبين جدا. كان هي تتمنى من صغرها تكرس حياتها، بس لأنه كانت بنتهم الوحيدة كان أملهم أنه تتزوج وتجيب أولاد حتى تحمل اسم العائلة. وفعلا تزوجت تحت إرادة أبوها وأمها واخذت رجل كان كلش شديد القسوة، كان عنده أيضا أعداء كثيرين. ففي أحد الأيام قتلوا زوجها، كان عندها أولاد 2 صغار رادوا، كان بذاك الوقت مثل ما عندنا في بعض المناطق الانتقام أنه يأخذون ثار أبوهم، فهي صلت أنه ما تتلطخ إيدهم بالدم. فعلا ماتوا أولادها 2 قبل ما يسوون أي شيء. فأملها الوحيد كان أنه تدخل للدير وتكرس حياتها، بس حسب قوانين الأديرة وأكيد الماسيرات موجودات يعرفون أحسن من عندي أنه ما يصير امرأة أرملة تدخل للدير. بعد محاولات عديدة وصارت عدة علامات أنه كانت مصرة تدخل للدير، كان أكو كرمة مالعينة بيابس بدأت تسقي إلى أن نبت، وعلامات أخرى بعدين قبلوها بالدير. خدمت 24 سنة بالدير وعانت الكثير، كانت دائما تصلي وحتى شوكة المسيح طارت وصارت بجبينها. توفت قديسة ريتا سنة 1457 بعد ما قضت 24 سنة بالدير. وطبعا بعدين صارت عجيب كثيرة، ولهذا صار مزار الدير اللي عاشت به منطقة كاشا. ايش نستفيد احنا من حياة القديسين؟ بالنسبة لنا القديسين هم ناس عاديين بس عاشوا حياة مملوءة من الفرح والإيمان والعطاء والخدمة. أي واحد من عندنا ممكن يصير قديس، وأكو بيناتكم ناس قديسين يخدمون من كل قلبهم. القديس ما هو فقط اللي تعلنا الكنيسة، لا، القديس هو الإنسان
ليضحي بحياته من أجل الآخرين. بالإنجيل اللي قرأ أبونا: من يحفظ وصاياي هو تلميذي. قديسة ريتا هكذا طبقت بحياتها، حفظت وصايا الله. طبعا تشوفون انه تحملت كثير وصبرت كثير وكانت تصلي كثير لأجل زوجها وأولادها وعانت الكثير. احنا هسه من أبسط الأمور يكونون متزوجين شهر أو شهرين ويمكن هم يكملون بعد شهر العسل ويردون يطلقون لأبسط الأشياء. هنتعلم من حياة هذه القديسة شفيعة الأمور المستعصية، الأمور العجيبة. شلون احنا نقدر اليوم نكون على مثالها؟ أكو فد قصة دائما أحكيها. كان أكو رجل بالعسكرية كان دائما يخلي رقم 3 على صدره. فقسم قالوا: هذا ليش يخلي رقم 3؟ واحد قال يمكن رقم الحظ، واحد قال يمكن يخاف يكون رقم 2 أو 1، واحد يقول يمكن يتفائل بهذا الرقم. فسألوه قالوا: أنت ليش تحمل رقم 3؟ قال: أنا أمي وصتني أنه دائما لازم أكون رقم 3، لأن رقم 1 هو الله، ورقم 2 هو القريب، ورقم 3 أنا راح أكون. اليوم منو من عندنا يريد يصير رقم 3؟ الكل تريد تصير رقم 1. رقم 1 بكل شيء، رقم 1 بالملابس، رقم 1 بالبيوت، رقم 1 بالسيارات، رقم 1 بالتليفونات، بكل شيء رقم 1. من يريد اليوم يصير رقم 1 بالفضيلة، بالمحبة، بالخدمة؟ هذا هو المهم. اليوم احنا محتاجين ننطي مثال للآخرين، ما مسيحيين فقط بالاسم. كثير من عندنا يدعون أمام الآخرين بأنه هم مسيحيين بس ما يطبقون جزء ضئيل جدا من وصايا الله. يقول: احفظ وصاياي إذا تريد تكون تلميذي. طبعا احنا عندنا أمثلة كثيرة، وأبونا نوه البابا، بابا فرانسيس أكبر مثال لنا. طبعا احنا مثالنا دائما يسوع المسيح، ما إنسان، لأن إنسان ممكن يكون مثالنا وفي يوم من الأيام ينهار هذا الإنسان، معناته ينهار المثال. مثالنا دائما يسوع المسيح دائما، لأن هذا ما يتغير أبد ودائما هو المركز. بس نشوف اللي يتبعون يسوع المسيح. واحد من عندهم البابا اللي هو ممثل يسوع المسيح على الأرض، مار بطرس. شوفوا التواضع مالته، شوفوا الخدمة مالته، شوفوا تجرد الفقر اللي يعيشه. أكبر مثال ينطي للعالم. تعرفون خلال زيارة البابا 3 أيام إيش قد غير بالعراق؟ العراق كله يحكي عن المسيحيين هسه، والعراق كله يحكي عن البابا فرانسيس. صدقوني، من رئيس الجمهورية إلى فراش وزارة الخارجية، الكل تمدح بهذا الرجل. عرفوا شنو المسيحي الحقيقي من خلال هذا البابا. اليوم هو دورنا وين ما نكون نعرف العالم من هو المسيحي. مرات يمكن هنا لأنه أكو كثير حرية وديمقراطية، على نقول أنه نحترم الآخرين، نقعد حتى نخاف نسوي إشارة الصليب قبل الأكل، قل ربما نجرح الآخرين. لا، بالعكس، هاي المبادئ اللي عشناها. أنا دائماً من أسافر بالطيارة، من اللي يكون موجود أمامي أول ما أطير الطيارة أرسم علامة الصليب. هاي المبادئ اللي إحنا عشناها واللي لازم ننقلها للآخرين. صلاة قبل الأكل، بعد الأكل، أمام الآخرين عبر عن إيماننا. قديسة ريتا هكذا سوت، عبرت عن إيمانها أمام الآخرين رغم الشيء اللي شافته بالدير، بس عاشت حياة القداسة. ولهذا أنا أقول هاي الدعوة إلى كل واحد من عندنا، نقتدي بالقديسين. واحدة منهم هي القديسة ريتا.
كان اكو دون بوسكو يهتم بالشباب، اكيد يعرفه ابونا. فديوم كان عنده تلاميذ صغار، سأل كل واحد من عندهم قال شو تريد تصير اكتب لي اياه بالورقة. واحد كتب اريد اصير دكتور، واحد معلم، وواحد محامي، تعرفون اخذوا المهن العليا. بس واحد من عندهم كتب قال اريد اصير قديس. فلما قرأ الاوراق ما اهتم لكل الاوراق ما عدا ورقة هذا الطفل اللي كتب اريد اصير قديس، اخذه واعتنى به كثير، جاب له الكتب مال القديسين وبقى دائما يهتم به. وهذا صار اصغر قديس بالكنيسة الكاثوليكية، دومينيكو سافيو، تلميذ دون بوسكو. مجرد كانت أمنيته هدفه وصل إلى هذا الهدف. ممكن إحنا نسوي ويا أولادنا هذا الشيء، ترى مو بعيد، نعلمهم على المحبة، على الخدمة، على التواضع. كثير منا موجودين لما الأب والأم يكبرون بالعمر شوف الأولاد كثير يهتمون بهم. هذول مو بس الله يباركهم، بس دي يعلمون أحفادهم وأطفالهم أنه يسوونهم بعد أكثر مما سووا هم مع آبائهم. هذا مهم جدا، نعلمهم المبادئ المسيحية. فاليوم هي مثال لنا هاي القديسة أنه نتعلم شلون نقتدي ونعيش حياتنا، نكون مسيحيين حقيقيين لا فقط بالاسم وإنما بالفعل والعمل. آمين. لو شافان ذا ذيل أو لو راض راض قدشان عين الأخمر يا لاح لسانا مثل كشبنا نشالينان شملا من طيب وثاق واشبع بذين ما وثاق ورحميك وحنا ندى لا وثاق نيوان حسا يتحو بيد عماخ والشوقانا دحطايت كل عن المرعي ثاق دغويت لاخ بطيب وثاق ورحميك ما ردخل أوا وورا وروح قدش العلمين. آمين. شو حلاوة ولورا والروح حد قدش قستوثا بذع الدنا هيمنتا كل انطلق بقارا ما قروق اذدي وحذا لقمة وخمر برحم وغنبر خدتا بيدي يلق قبلتا نوع طرات باسما سوقلتا يسقى غنطرونوس ملكوث غشمالتا شو حلاوة ولورا والروح قدشا المذبح قدشا نهوي دخرانا دو ثلتا مريم ميدالها من عالم وعالم من عالم من وامين شريحة ودورة رحمة وتحيدة صلى ونهوي شينا موريدا يمر كل عما من وامين دخرا مر قرقيس عالمذبح قدشا عم كيني دان صاحو سادي دذكلا أشياء الصورة كلهن عن ميدين وقيم تشواتا شو حتقي من لون كلنا مع بعض نجدد ونعلن إيماننا نؤمن بإله واحد الإله ضابط الكل وخالق السماء وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله الحق من إله الحق مولود غير مفروض مساو الآب بالجوهر الذي على يدي صار كل شيء Hello.
اذكروا في صلواتكم آباءنا البطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعذارى الذين رقدوا وانتقلوا من هذا العالم بالإيمان الحق، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع الحكام، وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين في هذا العالم أجمع، ليمنحنا الله كلهم بمجد القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوت السماوات. بارك ما نحمدك يا رب على نعمك الغزيرة، إذ أهلتنا بفيض مراحمك نحن الخطأ الضعفاء للاحتفال بسر جسد المسيح ودمه. نسألك متضرعين أن تعيننا للقيام بهذه الخدمة بمحبة كاملة وإيمان حق، ونؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد. آمين. السلام معكم. معك ومع روحك. إخوتي أخواتي، تبادلوا السلام مع بعضكم البعض بحب المسيح. السلام أعطيكم أهل سلامي، فليثبت روحي فيكم حبي كلامي. لا تجزعوا إن آمنتم بي، إني حي تحيا وأنتم بي. سوف تلقون ظلما ضيقا في العالم، في تلقون سلما غلبت العالم. هللويا من روح السلام. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس معنا جميعا الآن وإلى الأبد. آمين. ارفعوا أفكاركم إلى العلا. إليك يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أيها الملك المجيد. يقرب القربان لله رب الكل. يليق ويجب. السلام معنا. يستحق المجد من جميع الأفواه والشكر من جميع الألسن والسجود والتعظيم من كافة الخلائق ثالوثك الممجد أيها الآب والابن والروح القدس. يا خالق العالم بنعمته ومبدع البشر برحمته ومخلصهم بحنانه، لذلك مع ألوف الملائكة القديسين الذين يسجدون لعظمتك ويسبحون. أنت الرب القوي الإله صباح، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم.
ثم في أهل الموت أخذ خبزا بيديه المقدستين ورفع عينيه إليك أنت الله أبوه ضابط الكل وشكر وبارك وكسر وأعطى تلاميذه قائلا خذوا كلوا منه كلكم هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم لمغفرة خطايا ذلك من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرا وشكر وبارك وأعطى تلاميذه قائلا خذوا اشربوا منها كلكم هذا هو دمي دم العهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا آمين كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري نؤمن ونعترف كما أوصيتنا يا رب هقد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء للاحتفال بهذا السر العظيم التي نتذكر فيه النعم العظيمة التي أغدقت علينا والتي لا توفى لا سيما تدبيرك الخلاصي فأحييتنا بألوهيتك ورفعتنا غافرا خطايانا ونرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة بمراحمك الفائضة وعلى هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وإلى الأبد آمين صلوا في قلوبكم السلام معنا أيها الرب القدير اقبل هذا القربان الذي نقربه عن جميع النعم التي أفضت على طوباوية مريم دائمة البتولية والقديس يوسف والقديس جورجيس والقديسة ريتا وجميع الآباء الأبرار والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين تقبل يا رب هذا القربان الذي نقربه لأجل الكنيسة المقدسة الجامعة في كل مكان وخصوصا لأجل آبائنا القديسين مار فرانسيس بابا روما مار لويس ساكو الباتريارك مار فرانسيس اسقفنا وآبانا مار إبراهيم من أجل كنيسة العراق من أجل سيدنا باسل وجميع الأساقفة الموجودين هناك من أجل كل الأساقفة والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وخدام الكنيسة تقبلوا يا رب لأجل شفاء جميع المرضى والمتألمين وامنح إخواتنا المتوفين على رجاء القيامة السعادة الأبدية تقبله يا رب لأجلنا نحن المنتظرين رحمتك ولا تعاملنا بحسب خطايانا بل أهلنا جميعا للمغفرة بفضل هذا الجسد المقدس الذي نتناوله بإيمان حق إحسانا منك تقبله يا رب لأجل هذا الوطن تذكر بلد العراق وسكانه وهذه المدينة جميع مدننا وقرانا وأهلهم صنهم بقدرتك من كل الأضرار والآفات وامنحنا أمنك وسلامك كل الأيام المسيح سلام العلوين وأمان البشر وقيد الأمن والسلام في أقطار المعمورة وفي كنيستك المقدسة الجميعة من أجل كل المصابين بفيروس كورونا ومن أجل الأراضي المقدسة أكو تصعيد هالأيام أنه يعم السلام والأمان أيضا في هذه المنطقة ومن أجل نيجيريا
قلت له البارحة كاهن أيضا كاثوليكي في هذه، أكو أيضا صراعات في هذه المنطقة، صلي من أجل السلام في كل العالم بشفاعة القديسة ريتا. ونحن أيضا يا رب عبادك الضعفاء المجتمعين باسمك والقائمين قدامك الآن، وقد قبلنا بالتواتر الرسولي عن آبائنا ما رسمه ابنك، أننا نحتفل بتسبيح وفرح بهذا السر العظيم الرهيب المقدس المحيي الإلهي، سر آلام ربنا ومخلصنا يسوع المسيح وموته ودفنه وقيامته. قفوا هادئين وخاشعين وصلوا السلام معنا. وليأتي يا رب روحك القدوس ويستقر على قرباننا هذا ويباركه ويقدسه غفرانا لذنوبنا وصفحا عن خطايانا ورجاء سعيدا للقيامة من بين الأموات وحياة جديدة في ملكوت السماء مع جميع الذين أرضوك. وعلى هذا التدبير العظيم العجيب الذي حققته لنا نحمدك ونمجدك دوما في كنيستك المفتداة بدم مسيحك الكريم. مقروالا مارا ولا هان مرحمانوث الطيبوثا خلاني راسي شويح وقديش مخيان ولا هاي كدخني لي وخاش فقوثا كدخني لك خاش أروح يا استادي بهيمانوث حقاني تشمخ القبداني راس قديش قاصخ بحنينوث وكرش مغبم رحمانوثو بغرا ودمد مخيانا مارن ايشو امشيحا شمد بابا برونا وروح قدش العلمي آمين بايشر شيما دم يقيرا بغرا مخيانا دمارن ايشو امشيحا شمد بابا برونا وروح قدش العلمي آمين عشر شيما بغرا قديشة بد ما بحسيانة دمارني شو عمشيحة شمد بابا برونا روحة قدشال علمي آمين راجان شيحة قديشة مخيانة وعلى هاي حاذب حاذب شمنا صغيدة ومشبحة دتليثة يوثاخم شبحتها بابا برونا وروحت قدشة داوي طالا يا مالي تحوساي تحوبي تشقانة تحطاهي تأمود رابة قيمتا من بين ميث وتخاي خاثم ملكوث دشمية طالا وتيتقدشت دمشية حد مارا آخو بكل دوك سداو بخل عدانا والأبد أبدين آمين. شو حلاوة ولو راوة الروحة قدشة روي وصرابي ربينا لخير نحلى ورثيثا قيم بقدم ذبحا عير من خضرا ناصرا بالليل بغرب مشيحا حوسى نعمد مارني شو مشيحة وحبة دالها بابا وشريكو تدروحة قدشة ويمت كل أخن داها بكل عدانا هالأبد أبدين آمين. لنقترب كلنا بتقوى وإجلال لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم لنتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق فلنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ ولنندم تائبين على خطايانا وطالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين أخوتنا على زلاتهم يا ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات يا ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء يا نتناول القربان ونتقدس بالروح القدس يا ونشترك في الأسرار
بالمصالحة والوفاق المتبادل، يا رب اغفر خطايانا وسجداتنا، لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا وللحياة الأبدية، لنصلي السلام معنا. اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دأوا أمامك بلا عيب، بقلوب نقية ووجوه مشرقة، وبالدالة التي أعطيتها لنا رحمة ندعوك كلنا سوية، وهكذا نقول: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاءنا اليوم، واغفر لنا خطايانا كما نحن أيضا نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجربة ولكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والتسبيحة إلى أبد الآبدين. أجل يا إلهنا وأبانا الفائض رحمة، نطلب إليك مبتهلنا مبتهلين يا رب، لا يا رب لا تدعنا نسقط في التجربة لكن نجنا من الشرير وأعوانه، لأن لك الملك والقدرة والسلطان في السماء والأرض الآن وإلى الأبد. قدس أجسادنا بجسدك المقدس، واغفر ذنوبنا بدمك الكريم، ونقي ضمائرنا بحنانك أيها المسيح رجاؤنا الآن وإلى الأبد. أخوتي وأخواتي الأعزاء، لتناول القربان المقدس راح نكون 4 في الأمام، 4 في الوسط، وواحد راح يكون فوق، والشماسة والشماسة راح يكونون في غرفة الأطفال. التناول يكون بهذا الشكل: الإيد اليسرى على الإيد اليمنى على شكل صليب، نرفعها إيدينا بكل وقار إلى أفواهنا من دون ما نلمس جسد الرب بأيدينا الأخرى. بعد التناول الكل يرجع إلى مكانه، لأن القداس ما اكتمل، القداس يكتمل بعد البركة الأخيرة. موثا طيب وثن محيانا مارني شام شيحات اشتملي برحمي عم كلا لا لما علمين آمين Thank you.
شامشة. لا حب لك هاوي ولب حي لا روح لك يا ذخوى حبك مريا لا برى لك فايح وعطرة وردة لا روح لك شق الأخوة بسمة مريا لا روح جمالا شكروا وسغدوا لا لهو ذا
فرحت قدشا قرولا الوخش خلال ومشر كلان بش قلان راز شويحي وقديشي محياني ولا هاي شكره كلان بغذاذي ومشبحو تالها هوالي تشبحت يا ماري ويقارات تشبحت يا ماري ويقارات وشكر وصغت ديناني وخب داي موثا مسوقة تليث ايوث وخم شبحتا بدل خليت دراز قديش دو اللقطالة محنين وثوخ تحسا يدقنان مارد خول بابا برونا وروحا قدش العالمين آمين مارني شو امشي حاد كم خد مخلو كم زيح وخلو كم يقرخ له برازي دي يمشي بحو قديش ومخيان وعلى هاي او مستيل لنشو حتش لبين ملكوثي والبسخوثة مد ملاخ دي قديش لخوروثة بثواثة قامي ولقيم تد من يمين دي بورش لمد العيل طالي شو حاول نولد كل برياثة شري يمين دم رحمن وثي ذهب دايموث والأبد أبدي آمين إذا بريخة تكل أخم إليك الورد يا يهدى من أيادينا ألمي واقبلي منا ربنا حب أكيد ما تهانينا أكيد ما تهانينا حروب تملأ الأرض وضيق عنه لا نرضى غدونا كلنا غرب وليس فينا سواك من يداوينا سواك من نتوب يوما عن إثم يا أم ربي رخاء العمر يكفي